صاحي شايف. السلام عليكم، هاي أنا وين اليوم؟ رايح البوج الجزيرة يبين منا أي هذا. راح نصعد هسه فوق نصور أحلى تصوير لعيونكم الحلوات. طبعا مصر كلش واسعة وحلوة وجميلة وفيها مناطق شعبية وفيها مناطق يعني تتكيت وهاي الأشياء. فاحنا اليوم يعني هذا المكان نراقب شوي. قلنا دار الأوبرا. دولة شعبي جميلة. أنا عند الشجرة العجوزة، فأنا أعتقد إن هي دي الشجرة العجوزة. شوفوا أعتقد هذا الشجرة قديمة جدا، واضح إنها قديمة لأن رجل عارفة. بس راح أوقف التسجيل، أخذ كم لقطة بالعدسة الواسعة. عليها ذكريات وعليها سوالف كلش حلو ما نشوف، بس مرعبه بصراحه لان يعني ضخمه جدا. مع قايد العدسه جاي اشوف. السلام عليكم. مدخل البرج منين؟ على طول؟ ما ادري اشوف راسي الشجره. طبعا انا هذا المسافه هاي ثاني اكو أنا محصان يسمونه الطريق هي اللي توصل الناس من خلال هذا الطريق. هذا الحق السلام عليكم. ازيك يا معلم يا باشا؟ الله يسلمك يا جميل. لأن واب أهلها كنت تكون شعب طيب وجميل. اي واحد تقدر يعني يصير صاحبك وسلام حلو والقام حلو يعني يعاوني على السياحه. هذا البرج صار قريب منه بس ما نعرف شنو هذا البرج. الاماكن اللي موجوده هنا هي اماكن سياحيه تدفع تذكرة يعطيك تدخل. هذا العريس مثل ما جاي نشوف هنا راح ندفع تذكرة من هنا جاي يصورون هنا مسيرة. أحلى شيء مكان الأزبال طيبين. البطاقة اللي للمصريين 30 جنيه مصري، بس للسياح 108. شفت ما هي وبناتي قلت لها ما تقص لي وش تذكره؟ قص لي تذكره. هسه حاليا دخول الى برج الجزيره اللي هو برج القاهره. Thank you.
عوامري تمام؟ شغلين أغاني عراقية بالضوء قبل النيل. هاي الأسدين معروفين هواي، من أهم معالم مصر يعني، موجودة بالقاهرة.